قناة موسوعة علوم كامبريدج ترحب بالطلاب وتدعو الجميع للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. لا تنسى اللايك والتعليق بما تريده في الفيديوهات التالية، على أساس اللي احنا نوفرك مادة تعليمية مناسبة ليك. بكم نرتقي، ويلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلاب الأبطال. تجمع هنحل معانا معاكم نشاط 3-8، القوة الدفع الكهربية والمقاومة الداخلية، وهتاخد ملحظات وفنيات جميلة جدا. لاحظ معايا هذا الأمر في أثناء الحل، بيعزز هذا النشاط فهمك للاختلافات والعلاقات بين قوة الدفع وفرق الجهد. لازم تفرق بينه والتيار والمقاومة الداخلية. بنستخدم العلاقة الابسلون بتساوي الفي اي زائد اي ار على خليه كهربيه ذات قوه دفع كهربيه ابسلون ومقاومه داخليه ار. طبعا تكون مدرك لمعنى المقاومه الداخليه، ان هي المقاومه الكامنه في مصدر القوه الدفع الكهربيه. تعال نشوف السؤال، وفي حته جميله جدا في هذا السؤال. صف كل كميه على انها فرق جهد واكمل الجدول. ابسل قوة الدفع الكهربية الخلية، ما فرق الجهد عبر الخلية عندما لا يكون هناك تيار كهربي؟ يبقى دي الابسل، عاوزك تفهمها. اما تقول ان القوة الدفع الكهربية للخلية، واما فرق الجهد عبر الخلية بس لا يكون هناك ايه تيار كهربي. قبل الفي، الفي تقول فرق الجهد بين طرفي الخلية عندما يسحب منها تيار، يبقى فرق الجهد بين طرفي الخلية عندما يسحب منها تيار، او ممكن تقول اللي هي فرق الجهد بين طرفي المقاومة الخارجية، او فرق الجهد بين طرفي المقاومة الخارجية. عشان افهمها لك دي مهمة جدا ابناء الطلاب، خليك معايا. دي بطارية، هنا فرق، دي الفي هي قراءة الفولتاميتر، ودي المقاومة. اما اللي انا اقول ان هي فرق الجهد بين الطرفين دول عندما يسحب منها تيار، اللي هو الهبوط في الجهد من ايه اللي للار سمول دي، او فرق الجهد للدايرة الخارجية اللي بره. يعني الفي اما تقول اي في ار، او تقول ابسلون ناقص اي ار، هنا سحب التيار. اعتقد كده وضحت. الاي ار هي فرق الجهد الكهربي عبر المقاومة الداخلية للخلية، او فرق الجهد هبوط الهبوط في فرق الجهد، او فرق الجهد المفقود. يعني نقول فرق الجهد الكهربي عبر المقاومة الداخلية، او ممكن نقول الهبوط في فرق الجهد عند مرور تيار كهربي، او فرق الجهد المفقود الكهربي المفقود. مصطلحات مهمة جدا يجب ان احنا نكون مدركين ليها. طيب رقم بقى، صف كل كمية باستخدام أفكار حول الطاقة وأكمل الجدول. الإبسلون الطاقة الكهربية المكتسبة لكل وحدة شحنة كهربية في الخلية، اللي هي الـ AB على الـ Q. يبقى الطاقة الكهربية المكتسبة لكل وحدة شحنة كهربائية. أما الـ V الطاقة لكل وحدة شحنة التي تتحول أثناء تحركها من طاقة كهربية إلى أشكال أخرى سواء حرارية أو غيرها. يبقى هنا نقول إيه؟ الطاقة لكل وحدة شحنة التي تتحول أثناء تحركها من طاقة كهربية إلى شكل آخر، إلى إيه؟ شكل اخر. الاي
اللي هي الطاقة لكل وحدة شحنة التي تتحول إلى حرارة في المقاومة الداخلية، باستخدام طاقة، باستخدام أفكار طاقة، اللي احنا عاوزينها هنا باستخدام أفكار طاقة. يبقى الطاقة لكل وحدة شحنة، على أساس وحدة شحنة يبقى الطاقة لكل وحدة شحنة يبقى تحولت أكنها جهد، وحدة شحنة التي تتحول إلى حرارة في المقاومة الداخلية في البطارية. السؤال الثاني، الخلايا الكهربائية في الواقع لها مقاومة داخلية، اذكر حالة تكون فيها القوة الدافعة مساوية لفرق الجهد، يعني الابسلون بيساوي الفي. الابسلون اصلا بتساوي الفي ناقص اي ار زائد اي ار زائد اي ار. يبقى اذا عندما لا يمر تيار، يبقى عندما لا يمر تيار او الدايرة مفتوحة او البطارية مثالية، ممكن نقول ايه؟ عندما لا يمر تيار كهربي في الدائرة أو الدائرة مفتوحة، وممكن نقول أو البطارية مثالية أو البطارية مثالية. طيب السؤال بقى، عند الاستخدام تكون ابسلون اكبر من الفي بي، لان عند الاستخدام بيمر تيار، يمر تيار ايه؟ كهربي، ويتكون جهد داخلي اللي هو اي ار، وبذلك يتوزع جهد ايه او الابسلون على الجهد الخارجي والداخلي. طيب جي، من الممكن ان تكون اي ار ابسو دي ابسو تساوي اي ار، ازاي يتم الكلام ده؟ ودي طبعا ما بننصحوش اللي احنا نعمله، اللي احنا نعلي الابسو بتساوي اي ار، اللي انا اقص قصر الدائرة للخلية، يعني الدائرة اعملها على قد الخلية فقط كده. يبقى عن طريق قصر الدائرة، قصر الدائرة للخلية، يعني توصيل سلك، ومن خلال ده كمان بشروط، اللي هو من خلال سلك سميك ذو مقاومة منخفضة جدا، يعني كمان مقاومة منخفضة ايه؟ جدا، عبر طرفيه. عندها ستنفذ الخلية بسرعة، وعندها ستنفذ الخلية بسرعة، يعني هتبقى أكن الجهد بتاعها بإيه؟ بصفر. ده أنا أوصلها بسلك سميك مقاومته منخفضة عبر طرفيها، عند إيه؟ ستنفذ الخلية بسرعة. نشوف السؤال الثالث، يقرأ فولتاميتر عالي المقاومة، المقاومة والسالب المفردة بين طرفي البطارية اللي هي إبسلون، وعند توصيل المقاومة مقدار بين طرفي البطارية هيبقى مقاومة مقدارها دي آر بين طرفي البطارية، كده إن فرق الجهد بينزل إلى هتبقى دي في، دي تعتبر آر سمول لأنها بتمثل بين طرفي البطارية، يبقى كأنها بتمثل الار سمور ايضا المقاومه. بيبدا يسالني ما قيمه القوه الدافعه الكهربيه دي الابسلون، اللي هي الابسلون بتساوي 6 فولت، اشرح سبب عدم وجود فرق جهد بين طرفي المقاومه الداخليه البطاريه عندما تكون قراءه الفولت ميتر 6. ستة لأن في الحالة دي لا يمر تيار كهرباء أو الدائرة مفتوحة، ده بيكون في حالة إن الدائرة مفتوحة أو لا يوجد تيار كهربي
ما قيمة فرق الجهد بين طرفي المقاومة الداخلية فرق اللي هو الاي ار اللي هو بيمثل ابسلون ناقص الفي اللي هو 6 ناقص 4 يساوي 2 فولت. د بيحسب طالب شدة التيار الكهربائي باستخدام العلاقة باستخدام مقاومة 12، اذكر أي فرق في الجهد الكهربائي عليه أن يستخدمه، انظر فرق الجهد بين طرفي المقاومة سوف يطبقه في المعادلة. طبعا ال 12 أهي يبقى الجهد اللي هو كام؟ 4، لأن هذا هو الجهد عبر المقاومة الخارجية كام؟ 12، يبقى نقول 4 فولت، لأن هذا هو الجهد عبر المقاومة الخارجية 12. يحسب طالب آخر مقاومة داخلية باستخدام المعادلة، لكن دي مقاومة داخلية، أي جهد يستخدمه اللي هو الاتنين، لأن هذا هو الجهد عبر المقاومة الداخلية اللي احنا لسه جايبينه من شوية. ارجع الحاسب اللي هي الاي ار اللي كنا جايبينها ايبسلون اس في اللي كان طلع بكام؟ 2، يبقى بنستخدم هذا الحل. طيب نتابع معاكم المسألة رقم 4. ده شكل بياني لفرق الجهد، هنا شدة التيار الكهربي والتغير في فرق الجهد، ودي المعادلة اللي احنا بنستخدمها، ويعاوزني اللي انا اكمل الجدول صغر شوية عشان ناخد اكبر جزء. هنا لما شدة التيار 0 طبعا دي بتبقى ايبسلون 1.5، وفرق الجهد طبعا هو الابسلون 1.5، التغير بينهم بيكون 0 طرحهم، دي ناقص دي. طبعا الابسلون ثابت، يعني ثابت يعني القوة الدفع الكهربية 1.5 في كل الحالات، اما التيار بيبقى بنص، هنا بتبقى 1.25 اهي، خلاص طرح دي اللي هي 25، اما بواحد بتبقى بواحد، واحد ناقص واحد ونص ناقص واحد هنا بنص، اما بتكون باتنين بتبقى نص، يعني هنا نص، واحد ونص ناقص نص بواحد تكون تلاتة صفر، بطرحهم واحد وايه ونص، دي تكملة الايه الجدول. طبعا اما قلبنا نشوف رقم ب، شدة التيار بتبقى نص، اما شدة التيار بنص فرق الجهد 1.25، والملصق الموجود على الخلية 1.50، ماذا يحدث؟ طبعا حدث ايه؟ هبوط في الجهد، وفرق الجهد المفقود عبر المقاومة الداخلية، يبقى اللي حدث هنا بيبقى بنقول ايه؟ هبوط في الجهد بسبب المقاومة الداخلية. اشرح كيف يتم ضبط قيمة المقاومة الخارجية للحصول على نقاط مختلفة على التمثيل البياني. طبعا ده من خلال ان انا اقلل قيمة المقاومة الخارجية الى اكبر حد ممكن، الى مقاومة صغيرة جدا، يبقى تقليل المقاومة الخارجية من مقاومة كبيرة إلى صغيرة جدا. ده ممكن من خلال اتصال طرفيها بسلك ثاني، ممكن أعمله من خلال اتصال
طرفيها بسلك ايه؟ سميك، لان لما يكون سميك يقلل المقاومه، لان طبعا تقطر الار بتساوي ايه؟ رو ال على ايه؟ يعني ازود السمك فاقلل المقاومه. رقم 5، عندما يستخدم محرك بدء تشغيل لتشغيل محرك سيارة فإن فارق الجهد الكهرباء على المقاومة يكون 2 فولت. على الرغم من أن البطارية قوة دفع كهربية 12 فولت، لماذا يكون فارق الجهد عبر المحرك أقل من القوة الدفع الكهربائية؟ طبعا لأنه يوجد تيار كبير. يبقى ليه؟ لأنه بيوجد تيار كهربي كبير، فيلزم بعض فرق الجهد الكهربي لدفع التيار الكهربي من خلال المقاومة الداخلية، حيث يلزم بعض فرق الجهد الكهربي لدفع التيار الكهربي من خلال المقاومة الداخلية للبطارية. من المعروف والشكر الجزيل للطلاب الأوفياء، دول الطلاب اللي هم عندهم نوع من الاستمرارية، عندهم نوع من الصبر في التعلم، اللي هم راغبين في تعلم جيد، تعلم جيد. دول الطلاب دول اللي ما بينسوش معانا الاشتراك، ما بينسوش اللايك، المشاركة، الفيديوهات حتى تنمي المعرفة، اللي بيبدوا دايما بآرائهم لنا على أساس إن احنا نربي جميع رغباتهم.